بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. بيان اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر بشأن النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الثانية. ما أشبه اليوم بالبارحة، فعلى نسق الانتخابات النيابية النزيهة التي شرفت هيئة قضايا الدولة بالمساهمة في الإشراف القضائي عليها ضمن الاستحقاقات السياسية للشعب المصري العظيم، ها هي الهيئة تواصل برجالها الشوامخ المرابطين دفاعا عن المال العام ومقدرات الوطن الغالي الإشراف القضائي على انتخابات النقابات الفرعية للنقابة العامة لمحامي مصر التليدة والعظيمة التي سجلت تاريخ بأحرف من نور تضحيات انقسام لخيرة شيوخها وشبابها إرساء لدعائم الحق والعدل وحفاظا على مقدرات الوطن وترابه الغالي. فقامت اللجنة المشكلة من هيئة قضايا الدولة بقرار رئيسها معالي الوزير المستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر برئاستنا نحن المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيس اللجنة، بمباشرة عملها بذات المعايير والضوابط التي اتبعتها في المرحلة الأولى المنعقدة بتاريخ 7/2/2021، وقد أجريت المرحلة الثانية بتاريخ 8/2/2021 بعد 16 نقابة فرعية جاءت كالآتي: شمال القاهرة، جنوب القاهرة، حلوان، شمال القليوبية، جنوب القليوبية، المنوفية، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الإسكندرية، شمال البحيرة، جنوب البحيرة، مرسى مطروح. وقد ثبت للجنة الآتي: أولا، اكتمال النصاب القانوني لعدد 14 نقابة فرعية، ومن ثم إجراء عملية الفرز وإعلان النتائج بها والتي جاءت كالآتي: 1. نقابة شمال القاهرة بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 23,586 عضواً، وبلغ عدد الحضور 3,199 ناخبة، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ عمرو محي الدين محمود سالم نقيبا لحصول على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ محمد سيد أحمد هيبة عن مقعد الشباب لحصول على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من أبو العلا عبدو مكي، نادر نوري، مصطفى عبيد، محمد سيد أبو الوفا حسنين، أحمد مرشدي، محمد مرشدي، طارق محمد، محمود بخيت، ولاء مصطفى، أحمد الحسيني، أحمد أبو دوح، محمود وليد، محمد السيد هيثم، مجدي، أحمد عبد العاطي. نقابة شمال القليوبية الفرعية بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 5,368 عضوا، وبلغ عدد الحضور 2,365 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ مجدي عبد القادر إبراهيم حسين المهدي نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات،
وفوز السيد الأستاذ عمرو محمد الحسيني أحمد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من مصطفى السعداوي محمد السعداوي، عماد سمير شندي محمد، سعيد محمد عبد العزيز قنديل، منصور محمد الجيوشي، محمد كامل محمد سالم، ناصر فؤاد عبد الوكيل، الهادي عطية السيد البطاوي. 3. نقابة جنوب القليوبية الفرعية، بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 8070 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3004 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ مجدي سيد حافظ محمد نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ عبد الله سيد عبد الله حسن عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من أيمن طه عبد المنعم طه، أشرف عبد الغني بيوم علي، أحمد عفيف مصطفى السمين، محمد أحمد جمعة سالم، سامح مريت عياد يوسف، حامد أحمد حامد محمود، محمود محمد عاطف محمد. نقابة المنوفية الفرعية 4. نقابة المنوفية الفرعية، بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 8138 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3910 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ ماهر سعيد أحمد حمودة نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ تامر يحيى عبد الحميد سعد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من خالد عبد المعتمد محمد غنيم، محمد حسين عبد الحميد علام، محمود السيد محمود علي أبو سيار، هيثم محمد عبد العظيم سلطان، مدحت محمد رافض عبد العظيم فايد، محمد حسن محمد شماتة، عبد الله عنتر عبد الله باشا، كامل فتح السيد البعثي، عرب السيد إبراهيم الطباخ، جمال عبد الرازق مصطفى موسى. 5. نقابة شمال الشرقية الفرعية، بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 6047 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3076 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ مصطفى زكي مصطفى نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ أحمد حلمي عبد العظيم بغدادي عن مقعد الشباب، كما فاز بمقعد العضوية كل من زكريا مصطفى السيد محمد، محمد إبراهيم علي عيسى، محمد عبد الباقي عبد الحليم، أحمد السيد أحمد حسن، أحمد يوسف محمود أحمد، محمد السيد مسعد خليل، عزام محمد رمضان محمد، أحمد محمد عبد الحميد مهدي، السيد عثمان حجاج عبد الهادي. 6. نقابة جنوب الشرقية الفرعية، بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 9237 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3335 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ عادل السيد الأنور محمد عفيف نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ محمود علي مصطفى محمد عن مقعد الشباب، كما فاز بمقعد العضوية كل من شوكة متولي برعي، جمال محمد عطوة عنان، جمال عبد العاطي محمد عفيفي، أحمد السيد خضر محمد، عبد الله السيد مصطفى مصطفى،
محمد حمزة مهدي أحمد أحمد محمود أحمد محمد. 7 نقابة شمال الدقهلية الفرعية، بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 4080 عضوا، وبلغ عدد الحضور 2507 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ محمد جابر عوض الصياد نقيبا للحصول على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ محمد رشاد علي أحمد عن مقعد الشباب لحصول على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من رياض محمود رياض نمير إسلام خيري فؤاد محمد حسن طارق محمد المغازي محمد أحمد فتحي عبد العزيز محمد أحمد منصور أحمد مصطفى نبيل محمود عبد الكريم عبد الرازق عصام محمد محمود محمد. 8 نقابة جنوب الدقهلية الفرعية، بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 9336 عضوا، وبلغ عدد الحضور 4216 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ محمد طه الغامري العطار نقيبا لحصول على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ جمال عبد الناصر المحمدي عن مقعد الشباب لحصول على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من أحمد محمد صبري موافي إبراهيم فؤاد أحمد وادي أحمد طلعت إبراهيم حاتم شوي عيطة محمد عبد الستار محمد عمرو محمد عبد العزيز يسري رمضان الشربيني محسن محمود السيد يوسف أحمد منصور حامد العساسي. 9 نقابة دمياط الفرعية، بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 3712 عضوا، وبلغ عدد الحضور 2536 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ ياسر عبد الفتاح عبده أبو هندية نقيبا لحصول على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ محمد صلاح عبد الحق شرف الدين عن مقعد الشباب لحصول على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من المتولي سراج الدين المتولي هاني محمد فهمي علي المشد علاء صبري فهيم بشتو عادل مسعد حسن الغنام السيد عثمان محمد شبارة أنو السادات إبراهيم ريحان عمار نصر طال قبرصلي. 10 نقابة كفر الشيخ الفرعية، بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 6672 عضوا، وبلغ عدد الحضور 4175 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ فراج فتوح السيد زعفان نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ أحمد مبروك أحمد سبوخ عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من علي محمد علي عبد القادر خالد محمد المتولي غالي إبراهيم فتوح عبد الله الحصاوي عيد عزمي يوسف الخطيب سعيد محمد إبراهيم العبسي سامي ممدوح ندى الغنام حمدان العمدة عبد الونيس صقر شوق السيد عبد الحميد الحمراوي أحمد السيد يوسف جاب الله. 11 نقابة الإسكندرية الفرعية، بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 23127 عضواً، وبلغ عدد الحضور 5764 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.
وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العمليات الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ عبد الحليم علام عبد الحليم نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ أحمد السيد عبد الهادي عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من محمد علي الدمياطي، سالم عبد المولى خليل، غريب السيد رزق، علي بيومي علي حازم، أشرف عبد المعطي محمد، محمد إبراهيم محمد، محمد يوسف أبو صمادة، ممدوح إسباق محمد، ناصر عبد السميع حسن، السيد علي السيد، جمال محمد خضر، خالد محمد عطلة، عاصم حسن محمد، عصام عادل علي. 12. نقابة شمال البحيرة الفرعية، بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 6945 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3757 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العمليات الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ عبد المنعم محمد السعيد عودة نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ أحمد السيد زكريا سويدان عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من تامر محمد عبد العليم محمد، الهيثم تيسير محمود عثمان، أشرف محمد حلقة، زكريا السيد زكي خلف الله، محمود محمد الشاذلي، رامي أحمد حسن الحديني، عبد الحليم يوسف عبد الحليم يوسف، جابر محمد رفاعي السيد، نادر مساعد هبة. 13. نقابة جنوب البحيرة الفرعية، بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 4869 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3136 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العمليات الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ علاء إبراهيم سعد خليل النحاس نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ محمود سعد منصور نصر عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من هاني محمد محسن، أمير محمد السيد عبد الله، حمدي عبد الهادي محمد، حمدي محمد محمود جمعة، يوسف فتحي مهداوي، عمرو عبد الحميد محمد أمين، محمود أحمد محمد شبيب. 14. ودي آخر نقابة، نقابة مرسى مطروح الفرعية، بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 773 عضوا، وبلغ عدد الحضور 600 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. قد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العمليات الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ عادل علي السعيد عبد الحميد نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ هاني عامر عطية عوض عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من حامد عبد الفتاح صافي عيسى، صالح عطية بشير عبد السلام، معتز عبد المنعم سالم إبراهيم، هيبة عبد الرؤوف موسى عبد الكافي، ناجي هلال إسماعيل عبد الكريم، محمد السيد أحمد المرسي، رمضان محمود محمد خليفة. ثانيا، لم يكتمل النصاب القانوني لإجراء عمليات الفرز وإعلان النتائج في نقابتي جنوب القاهرة وحلوان، وطبقا للمادتين 124 و 151 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 19، يلزم لصحة اجتماع الجمعية العمومية الأول حضور ثلث الأعضاء على الأقل أو 3000 عضو أيهما أقل، وكان الثابت من اختيارات السادة المستشارين رؤساء اللجان العامة لهاتين النقابتين الفرعيتين أن عدد الذين حضروا وأدلوا بأصواتهم يقل عن ثلث الجمعية العمومية وكذا عن 3000 صوت، ومن ثم قررت اللجنة
تأجيل اجتماع الجمعية طبقا لقرار اللجنة المشرفة إلى يوم 15/2/2021. ثالثا، تم إرجاء انتخابات نقابتي طنطا والمحلة الكبرى نتيجة لصدور حكمين من محكمة القضاء الإداري بشأنهما، كما تم إرجاء انتخابات نقابة القاهرة الجديدة لتعذر إيجاد مكان لمقر انعقادها مع انتخابات نقابة طنطا إلى 14 فبراير الجاري. وفي الختام، فإن اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية تجدد شكرها لكافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية وعلى رأسها سيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لما بذلته من جهد في تأمين العمليات الانتخابية، وكذا وزارة العدل وعلى رأسها معالي المستشار عمر مروان وزير العدل لما بذلته من جهد في سبيل إنجاح هذه العملية. وتتوجه اللجنة بالشكر لجموع محامين مصر وعلى رأسهم معالي نقيب المحامين الأستاذ رجاء عطية لما ظهروا به من مصر حضاري مشرف. وتجدد اللجنة القضائية كذلك الإشادة بالجهد المبذول في تنظيم العمليات الانتخابية من اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة ورئيسها السيد الأستاذ مجدي سخي ومقررها السيد الأستاذ حسين الجمال وأمينها العام الأستاذ صلاح سليمان الذين بذلوا جهدا رائعا في الإعداد والتنظيم وحسن التنسيق بيننا. كما تشيد اللجنة بجهود كافة العاملين بالنقابة تحت رئاسة رئيس اللجنة، وأنه ثبت يقينا للجنة القضائية أن تلك اللجنة أدت ما عليها وبذلت الجهد الوفير مما أدى إلى نجاح العملية الانتخابية في شفافية ونزاهة، وطبقت تلك اللجنة صحيح القانون. وندعو الله أن نكون قد وفقنا في أداء الرسالة وحمل الأمانة، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. حمى الله مصرا قيادة وشعبا وصب عليها الخير صبا وقدر لها الرفاهية والرخاء. وتحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها عزيزة شامخة أبية عصية على أعدائها. لمصرنا المجد والفخار ولأعدائنا الذل والعار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. خلاص بقى خلاص بقى خلاص اتفضل. خير يا استاذ. اتفضل يا فندم. لا نقابة ليست لنا اختصاص. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. بيان اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر بشأن النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الثانية. ما أشبه اليوم بالبارحة، فعلى نسق الانتخابات النيابية النزيهة التي شرفت هيئة قضايا الدولة بالمساهمة في الإشراف القضائي عليها ضمن الاستحقاقات السياسية للشعب المصري العظيم، ها هي الهيئة تواصل برجالها الشوامخ المرابطين دفاعا عن المال العام ومقدرات الوطن الغالي الإشراف القضائي على انتخابات النقابات الفرعية للنقابة العامة لمحامي مصر التليدة والعظيمة التي سجلت تاريخ بأحرف من نور تضحيات انقسام لخيرة شيوخها وشبابها إرساء لدعائم الحق والعدل وحفاظا على مقدرات الوطن وترابه الغالي. فقامت اللجنة المشكلة من هيئة قضايا الدولة بقرار رئيسها معالي الوزير المستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر برئاستنا نحن المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيس اللجنة بمباشرة عملها بذات المعايير والضوابط التي اتبعتها في المرحلة الأولى المنعقدة
بتاريخ 7/2/2021، وقد أجريت المرحلة الثانية بتاريخ 8/2/2021 بعد 16 نقابة فرعية جاءت كالآتي: شمال القاهرة، جنوب القاهرة، حلوان، شمال القليوبية، جنوب القليوبية، المنوفية، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الإسكندرية، شمال البحيرة، جنوب البحيرة، مرسى مطروح. وقد ثبت للجنة الآتي: أولا، اكتمال النصاب القانوني لعدد 14 نقابة فرعية، ومن ثم إجراء عملية الفرز وإعلان النتائج بها والتي جاءت كالآتي: 1. نقابة شمال القاهرة بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 23,586 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3,199 ناخبة، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ عمرو محي الدين محمود سالم نقيبا لحصول على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ محمد سيد أحمد هيبة عن مقعد الشباب لحصول على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من أبو العلا عبدو مكي، نادر نوري، مصطفى عبيد، محمد سيد أبو الوفا حسنين، أحمد مرشدي، محمد مرشدي، طارق محمد، محمود بخيت، ولاء مصطفى، أحمد الحسيني، أحمد أبو دوح، محمود وليد، محمد السيد، هيثم مجدي، أحمد عبد العاطي. نقابة شمال القليوبية الفرعية بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 5,368 عضوا، وبلغ عدد الحضور 2,365 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ مجدي عبد القادر إبراهيم حسين المهدي نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ عمرو محمد الحسيني أحمد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من مصطفى السعداوي، محمد السعداوي، عماد سمير شندي، محمد سعيد، محمد عبد العزيز قنديل، منصور محمد الجيوشي، محمد كامل، محمد سالم، ناصر فؤاد، عبد الوكيل، الهادي عطية، السيد البطاوي. 3. نقابة جنوب القليوبية الفرعية بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 8,070 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3,004 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ مجدي سيد حافظ محمد نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ عبد الله سيد عبد الله حسن عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من أيمن طه عبد المنعم طه، أشرف عبد الغني بيوم علي، أحمد عفيف مصطفى السمين، محمد أحمد جمعة سالم، سامح مريت عياد يوسف، حامد أحمد حامد محمود، محمود محمد عاطف محمد. نقابة المنوفية الفرعية 4. نقابة المنوفية الفرعية بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 8,138 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3,910 ناخبة،
وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ ماهر سعيد أحمد حمودة نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ تامر يحيى عبد الحميد سعد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من خالد عبد المعتمد محمد غنيم، محمد حسين عبد الحميد علام، محمود السيد محمود علي أبو سيار، هيثم محمد عبد العظيم سلطان، مدحت محمد رافض عبد العظيم فايد، محمد حسن محمد شماتة، عبد الله عنتر عبد الله باشا، كامل فتح السيد البعثي، عرب السيد إبراهيم الطباخ، جمال عبد الرازق مصطفى موسى. خمسة، نقابة شمال الشرقية الفرعية بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 6047 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3076 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ مصطفى زكي مصطفى نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ أحمد حلمي عبد العظيم بغدادي عن مقعد الشباب، كما فاز بمقعد العضوية كل من زكريا مصطفى السيد محمد، محمد إبراهيم علي عيسى، محمد عبد الباقي عبد الحليم، أحمد السيد أحمد حسن، أحمد يوسف محمود أحمد، محمد السيد مسعد خليل، عزام محمد رمضان محمد، أحمد محمد عبد الحميد مهدي، السيد عثمان حجاج عبد الهادي. ستة، نقابة جنوب الشرقية الفرعية بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 9237 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3335 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ عادل السيد الأنور محمد عفيف نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ محمود علي مصطفى محمد عن مقعد الشباب، كما فاز بمقعد العضوية كل من شوكة متولي برعي، جمال محمد عطو عنان، جمال عبد العاطي محمد عفيفي، أحمد السيد خضر محمد، عبد الله السيد مصطفى مصطفى، محمد حمزة مهدي أحمد، أحمد محمود أحمد محمد. سبعة، نقابة شمال الدقالية الفرعية بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 4080 عضوا، وبلغ عدد الحضور 2507 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ محمد جابر عوض الصياد نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ محمد رشاد علي أحمد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من رياض محمود رياض نمير، إسلام خيري فؤاد محمد حسن، طارق محمد المغازي محمد، أحمد فتحي عبد العزيز محمد، أحمد منصور أحمد مصطفى، نبيل محمود عبد الكريم عبد الرازق، عصام محمد محمود محمد. 8، نقابة جنوب الدقهلية الفرعية بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 9336 عضوا، وبلغ عدد الحضور 4216 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ محمد طه الغامري العطار نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ جمال عبد الناصر المحمدي عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من أحمد محمد صبري موافي، إبراهيم فؤاد أحمد وادي، أحمد طلعت إبراهيم، حاتم شوي عيطة، محمد عبد الستار محمد،
أمر محمد عبد العزيز، يسري رمضان الشربيني، محسن محمود السيد يوسف، أحمد منصور حامد العساسي. 9 نقابة دمياط الفرعية، بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 3712 عضوا، وبلغ عدد الحضور 2536 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ ياسر عبد الفتاح عبدو أبو هندية نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ محمد صلاح عبد الحق شرف الدين عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من المتولي سراج الدين المتولي، هاني محمد فهمي علي المشد، علاء صبري فهيم بشتو، عادل مسعد حسن الغنام، السيد عثمان محمد شبارة، أنو السادات إبراهيم ريحان، عمار نصر طال قبرصلي. عشرة نقابة كفر الشيخ الفرعية، بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 6672 عضوا، وبلغ عدد الحضور 4175 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ فراج فتوح السيد زعفان نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ أحمد مبروك أحمد سبوخ عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من علي محمد علي عبد القادر، خالد محمد المتولي غالي، إبراهيم فتوح عبد الله الحصاوي، عيد عزمي يوسف الخطيب، سعيد محمد إبراهيم العبسي، سامي ممدوح ندى الغنام، حمدان العمدة عبد الونيس صقر، شوق السيد عبد الحميد الحمراوي، أحمد السيد يوسف جبالله. 11 نقابة الإسكندرية الفرعية، بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 23127 عضواً، وبلغ عدد الحضور 5764 ناخباً، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ عبد الحليم علام عبد الحليم نقيباً لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ أحمد السيد عبد الهادي عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من محمد علي الدمياطي، سالم عبد المولى خليل، غريب السيد رزق، علي بيومي علي حازم، أشرف عبد المعطي محمد إبراهيم محمد يوسف أبو صمادة، ممدوح إسباق محمد، ناصر عبد السميع حسن، السيد علي السيد، جمال محمد خضر، خالد محمد عطلة، عاصم حسن محمد، عصام عادل علي. 12 نقابة شمال البحيرة الفرعية، بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 6945 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3757 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ عبد المنعم محمد السعيد عودة نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ أحمد السيد زكريا سويدان عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من تامر محمد عبد العليم محمد، الهيثم تيسير محمود عثمان، أشرف محمد حلقة، زكريا السيد زكي خلف الله، محمود محمد الشاذلي، رامي أحمد حسن الحديني، عبد الحليم يوسف، جابر محمد رفاعي السيد، نادر مساعد هبة. 13
نقابة جنوب البحيرة الفرعية. بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 4869 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3136 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العمليات الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ علاء إبراهيم سعد خليل النحاس نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ محمود سعد منصور نصر عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من هاني محمد محسن، أمير محمد السيد عبد الله، حمدي عبد الهادي محمد، حمدي محمد محمود جمعة، يوسف فتحي مهداوي، عمرو عبد الحميد محمد أمين، محمود أحمد محمد شبيب. 14 ودي آخر نقابة، نقابة مرسى مطروح الفرعية. بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 773 عضوا، وبلغ عدد الحضور 600 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. قد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العمليات الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ عادل علي السعيد عبد الحميد نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز السيد الأستاذ هاني عامر عطية عوض عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات، كما فاز بمقعد العضوية كل من حامد عبد الفتاح صافي عيسى، صالح عطية بشير عبد السلام، معتز عبد المنعم سالم إبراهيم، هيبة عبد الرؤوف موسى عبد الكافي، ناجي هلال إسماعيل عبد الكريم، محمد السيد أحمد المرسي، رمضان محمود محمد خليفة. ثانيا، لم يكتمل النصاب القانوني لإجراء عمليات الفرز وإعلان النتائج في نقابتي جنوب القاهرة وحلوان، وطبقا للمادتين 124 و 151 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 19، يلزم لصحة اجتماع الجمعية العمومية الأول حضور ثلث الأعضاء على الأقل أو 3000 عضو أيهما أقل. وكان الثابت من اختيارات السادة المستشارين رؤساء اللجان العامة لهاتين النقابتين الفرعيتين أن عدد الذين حضروا وأدلوا بأصواتهم يقل عن ثلث الجمعية العمومية وكذا عن 3000 صوت. ومن ثم قررت اللجنة تأجيل اجتماع الجمعية طبقا لقرار اللجنة المشرفة إلى يوم 15/2/2021. ثالثا، تم إرجاء انتخابات نقابتي طنطا والمحلة الكبرى نتيجة لصدور حكمين من محكمة القضاء الإداري بشأنهما، كما تم إرجاء انتخابات نقابة القاهرة الجديدة لتعذر إيجاد مكان لمقر انعقادها مع انتخابات نقابة طنطا إلى 14 فبراير الجاري. وفي الختام، فإن اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية تجدد شكرها لكافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية وعلى رأسها سيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لما بذلته من جهد في تأمين العمليات الانتخابية، وكذا وزارة العدل وعلى رأسها معالي المستشار عمر مروان وزير العدل لما بذلته من جهد في سبيل إنجاح هذه العملية. وتتوجه اللجنة بالشكر لجموع محامين مصر وعلى رأسهم معالي نقيب المحامين الأستاذ رجاء عطية لما ظهروا به من مصر حضاري مشرف. وتجدد اللجنة القضائية كذلك الإشادة بالجهد المبذول في تنظيم العمليات الانتخابية من اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة ورئيسها السيد الأستاذ مجدي سخي ومقررها السيد الأستاذ حسين الجمال وأمينها العام الأستاذ صلاح سليمان الذين بذلوا جهدا رائعا في الإعداد والتنظيم وحسن التنسيق بيننا. كما تشيد اللجنة بجهود كافة العاملين بالنقابة تحت رئاسة رئيس اللجنة، وأنه ثبت يقينا للجنة القضائية أن تلك اللجنة أدت ما عليها وبذلت الجهد الوفير مما أدى إلى نجاح العملية الانتخابية في شفافية ونزاهة
وطبقت تلك اللجنة صحيح القانون. وندعو الله أن نكون قد وفقنا في أداء الرسالة وحمل الأمانة، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. حمى الله مصرا قيادة وشعبا، وصب عليها الخير صبا، وقدر لها الرفاهية والرخاء. وتحيا مصر، وتحيا مصر، وتحيا مصر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، عزيزة شامخة أبية عصية على أعدائها. لمصرنا المجد والفخار، ولأعدائنا الذل والعار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.